أخبار اليوم. بالشكل القديم اللي هو الطوب القديم. رجع تاني هذا ما عملش الأصنام، أنا عملت إليها في الواقع.
صديق المرضون الحاكم شمال مصر بعد اسكندريه، فقام الوزير وسمه قال له السبب بنته هو عامل لها دير في وريت الزعفران بعد الجيش بقى قبض عليها وعزبوها 14 عزاب. قالت للبنات المتبعين معاها مرات ربهم جايين فينا، قالوا لها اللي جرى اللي بيجرى وعزبوها 14 نهار من العذاب. قلنا لهم غزينا الاتوبيس اللي فيه ده الزيت الغالي ما ينفعش، عشان كده كرامتها كبيرة أوي. وبعدين الآخر طالبتها هي والأربعين الإمبراطورة هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين بنت كنيسة القيامة الشريف القدس سمعت إن الأميرة ديانا صار عمل فجت من القسطنطينية وبنت أب اللي خلتها فيه هي والزهرة عمراء وبنت لها كنيسة وطلبت من بابا ألكسندروس 19 يرسم أسقف في المنطقة. ومن ساعتها القبر بتاعها والكنيسة والبازار احنا بقى كلنا الكبيرة نخش من المنازل نوصل هنا ونحط اطياب على القبر والناس بقى بتاخد صورة شهيد الإمام ونحطها في الأطياب دي في القبر ونولعوا شمعة. مش عارف أبص يا بلاش اللي طالع لما تحب تصور نور، لكن طول ما احنا واقفين رئيس الملائكة مخليين معاه سيف من النار بيضرب الشطار. دي مرسومة مكتوب عليها تحت، مرسومة في القدس في أورشليم لأن فعلا دمياط المنصورة وهنا في الأرض تبع القدس كان مطران واحد، المطران بتاع القدس نفسه كان هو مطران واحد بس دلوقتي طبعا مش كده. يعني تلاحظ معاليك ان احنا نزلنا سيف فكانت مردومه لا مش اللي فوق خالص، انا بتكلم على اللي في النص. كل ده اسد. اللي فوق خالص ده الجيل. لغايه الارشات المكتوب اللي فيها احسن من